قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك سيدي يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما خاب والله من تمسك بكم فمنا من لجا والتجا اليكم. يا ليتنا يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو كان ذلك يحصل فريقه يا مظلوم كربلاء ومسلوب العمامة ظلما والردى. يا مولاي يا أبا عبد الله نزلوا بحومة كربلاء فتطلبت منهم عوائدها الطيور الحوم وتباشر الوحش المثار وأمامهم من سوف يكثر شربهم والمطعم. طمعت أمية حين قل عديدهم لطليقهم في الفتح أن يستسلموا فجوا مذلتهم فقلنا بما هم فبذلك أن تنال الأنجم. عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيه. نعمين نعمين بفاضل. عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحكون متبسمون. قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يقصد فرؤوس ويحجب وثناء أبو الفضل الفوارس نكصا فرأوا أشد ثبات أن يهزموا. صبغ الخيول من الدماء حتى غلا سيان سيان أشقى لونها ولا دموا. ما كردوا بأس له متقدما إلا وفر وبأسه المتقدم. ما كر غضبانا على ملموته إلا وحل بها البلاء. أعظم بطل تورث من أبيه شجاعة. أي والله بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلال ترغم أو تشتكي العطش الفواطم عنده.
تشتكي العطش الفواطن عنده وبصدر صعدة الفرات مفعم لو سد ذو القرنين دون وصولي لشفته همته بما هو أعظم إلى أن قال قسما بصارم الثقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم فهوى بجنب العلقم فليته الشاربين به يداخل علقم فمشى شكل علي بن أبي طالب المعلم الأول في مدرسة كربلاء هذا الرجل العظيم هنيئا لزوارك بالطواف حول حرمك والسعي بين حرمين مقدسين هنيئا لزواركما سيدي أبا عبد الله وسيدي أبا الفضل بعد أن توفيت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها تزوج أمير المؤمنين بالإمامة وبخول الحنفية ثم أقبل إلى عقيل بن أبي طالب اتصل جاء إلى عقيل قال يا عقيل قال ماذا تريد يا علي ماذا تريد يا أبا الحسن يا عقيل تعال أريدك في الموضوع تعال تعال لبيك يا أبا الحسن خادمك عقيل إلا يا عقيل أنت أعلم الناس بأنساب العرب وأحسابها رجل تعرف النسب وتعرف الحسب وأنت علامة زمانك في الحسب والنسب إلا شو نريد يا أمير المؤمنين في خادمك إلا يا عقيل طب لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب
إلى عقيل قريب امرأة ولدتها الفتولة من العرب. ليش يا أبا الحسن؟ قال أنا أريد أهيئ حق واقعة راح تصير على وجه الكون تغير مجريات التاريخ. يهتز عرش الله لها تبكي أملاك السماء عليها، تبكي السماء عليها بدل الماء دما. قال له ليش؟ لكي تنجب إلي غلام يكون ناصرا لابني الحسين في يوم كربلاء في يوم عاشوراء. أمير المؤمنين لما جاء قال اكتب لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب. شنو معنى الفحولة؟ الفحولة لما يطلق على الرجل بأنه فحل، لما قيل في حق علي بن أبي طالب بأنه فحل الفحول. علي بن أبي طالب مولاي جمع كل الصفات الغر الحسنة فيه، يعني اخطب لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب، يقصد بالفحل الشخص الذي فيه الشجاعة والكرم والسخاء والسماحة والسمو وجلالة القدر. هذا يعبر عنه بالفحل، الشخص الملائكي، الشخص الذي وصل إلى مرتبة عالية من الأخلاق والفواضل والكوامل. ليش؟ لأن لها أثر تكويني هذه على جنين، لها أثر تكويني على نفس الولد. وأمير المؤمنين يعرف عقيل، هو عالم، لكن إجا إلى عقيل في هذه المسألة. فبالله عقيل، أين أنت عن فاطمة بنت حزام الكلابي؟ حزام محب موالي إليك من شيعتك، يعني يا عقيل شنو تنطقه؟ اذهب إليها، اذهب اذهب إلى حزام. أو طلع عقيل من المدينة المنورة وراح إلى أطراف العراق قريب المدائن. تعرفون هذول اللي يسمونهم الحيدانية؟ هذول من سلالة بني كلاب. راح إلى أطراف المدائن، اجوا بلغوا حزام، قالوا لي يا حزام ترى أبو أمير المؤمنين راح يحل عندك ضيف. قال أهلا وسهلا وكرامة إلى عقيل، وألف أهلا وألف سهلا وألف كرامة إلى أمير المؤمنين علي. ونزل عقيل، نزل عقيل لضيافة حزام، وكان حزام من يقوم بخدمة عقيل كرامة إلى أمير المؤمنين علي. من عادة العرب تخليه ضيفها ثلاثة أيام، وبعد الثلاثة أيام عندما تقدم لي حق الضيافة في هذه الثلاثة، بعد الثلاثة أيام يجي إليك يسأل عندك حاجة، عندك طلب. لكن حزام يجي إلى عقيل بطريقة ثانية، قال قلدوني لامتي. جابوا لامة الحرب ولبسوها إياه. قال وين عمامتي؟ أريد أفخر العمايم. جيبوها. وضع العمامة على يعني إذا تريد محلق الرأس يا عقيل أنزع عمامتي وأفخر عمامة هذه، أنزعها وخليها تحت رجلك كرامة لأمير المؤمنين. وتقلد سيفه، صاع يا إخوتي ويا بني عمومتي وخولتي. قال له يا لبيك يا أميرنا، تفخرنا يا حزام. الهلموا بنا. عقيل جالس بدار الضيافة، ودخل حزام على عقيل وأخوة من خلفه وبني عمومته وبني خبولته وقومه. لما دخل جاء إلى عقيل أمامه، السلام عليك يا عقيل، السلام عليك يا أمير المؤمنين. قال وعليك السلام. جلس وأثنى ركبته أمام ووضع يده على سيفه، يد على سيف ووضع يده على سيفه. قال يا عقيل إن كنت جائعا أطعمناك، عريانا كسوناك، مدينا قضينا دينك، صاحب حاجة قضينا حاجتك، مستنصرا نصرناك، مستجيرا أجرناك، عازبا زوجناك، كل ما تريد يا عقيل فإن عنك. شنو تريد؟ يقول هذا المبسدادة اللي فيها. قل لي يا حزام،
قال قل يا عقيل قال أتيتك بشرف الدنيا والآخرة. بشرف الدنيا والآخرة قال أتيتك بفخر الدنيا والآخرة. أتيتك بالسمو والرفع. قال وضح كلامك يا عقيل. قال جئت خاطبا كريمتك فاطمة إلى أخي أمير المؤمنين علي. سمع حزام وقف. قال أعد ما قلت يا عقيل. قال يا حزام أتيت خاطبا ابنتك فاطمة لأخي أمير المؤمنين علي. قال مهلا يا عقيل. قام دخل صاح يا حزامية يا كلابية. قال يا حزام إن طعامنا على النار جاهز، الآن نقدمه إلى ضيفنا كرامة وحبا لأمير المؤمنين علينا. قال لي تعال تعال يا حرة. شو بتريد؟ هذا عقيل جاي يخطب بنت فاطمة إلى أخيه أمير المؤمنين علينا. قالت كنت على يقين بهذا الشيء. قالت لي وشلون يا كلابية؟ قالت أتتني ابنتك فاطمة قبل كم يوم قبل أن يأتي عقيل ويحل ضيفا علينا. قالت لي أمه رأيت مناما عجيبا. شنو هذا المنام؟ قالت رأيت كأنما القمر نزل إلي في حجري وتبعته أربع أقمار منيرة. وقلت لها بني إن صدق ظني وإن صدقت رؤياك يتقدم لخطبتك رجل شريف وسيد للعرب وللعجمها وعقيل يخطبها إلى أمير المؤمنين. رجع حزام وقال لي عقيل ماذا قلت يا حزام؟ قال لي أبعد قولك قول؟ أبعدك يا كلامك كلام؟ قال لا تحب روح أبو الحسن، إحنا ناخذ بيتنا ونجيبها إلى علي رسم الخدمة. قال لي لا يا حزام ليس من عاداتنا، احنا من نجي ونخطب البنت. ورجع الى المدينة واخبر علي بالموافقة. قال لي يا اخي هيا شد الرحال معي. طلع امير المؤمنين متوجه الى دار حزام الى بني كلاب. تعرف لما وصل الخبر بان عليا قد وصل الى دار بني كلاب شنو مسوي حزام؟ نحر المحافر، ذبح الذبائح، جعل الولائم على حساب وشرف أمير المؤمنين علي. اسمع يا مولاي، لما أمير المؤمنين علي أراد أن يطأ دار بني كلاب دار حزام وطأها على التراب، وطأها على رداء حزام. قال لي سيدي رجلك على ردائي، ويأخذ التراب من تحت مقدم أمير المؤمنين وخلي على رأسه. جلس عقد عقد القران عليها وحملها عزيزة كرمه وصل بها الى المدينة المنورة الى بيوتهم. شفتوا المسجد قباء؟ ما خلف المسجد هناك فيه حديقة وفيها نافورة، هذا كان هنا بيت امير المؤمنين علي، هنا بيت الحسن، هنا بيت الحسين. وجابها قلت لي سيدي ومولاي ابا الحسن الان انا اقوم بواجبك. بعض الطباء يقول بأن أم البنين دخلت إلى منزل علي والحسن والحسين، كل واحد جالس بزاوية، وزينب وأم كلثوم باكين. هذه المقولة أو هذه ليست رواية، وهذه المقولة ليست صحيحة، لأن عمر السيدة أم البنين في عمر السيدة زينب، أو السيدة زينب تكبر على أم البنين بسنة أو سنتين. فدخل الرواية شنو تقول؟ قل يا علي وقفت على الباب. قال الآن جدولي. لما دخلت الحسن والحسين باستقبالها زينب وأم كلثوم، دخلت أول ما دخلت رفعت التراب من تحت مقدم أبناء فاطمة وتشيله وتخليه على رأسه. قل لي سيدي تقبلني عندك خادمة؟ تقبل
اقبلني خادم سيدي ابا محمد، سيدي ابا عبد الله، اقبلني خادم عندك. هل على راسي عزيزه مكرمه يا فاطمه، وتروح وتقبل يد الحوراء زينب، تقبل يد ام كلثوم وتقول لي مولاتي فخر المخدرات، تقبلين لي خادمه جاريه عليك. بتقوم زينب وبقومها عزيزة عزيزة، نحن على موعد معك يا فاطمة. أمير المؤمنين يقول لها يا فاطمة، قالت يا أبا الحسن بعد ما تجتمع فاطمتين في قلب واحد، ديك سيدة النساء، ديك الدرة المعصومة، تلك كوثر الغاية والآية، تلك سيدة الحور، سيدة الجنة، وأنا بنت حزام الكلابية. وأين الثريا من الثرى؟ ألا لا تسميني بفاطمة؟ قال يا أمير المؤمنين ماذا نسميك؟ قالت كنني بكنية جدتي، جدتي كنيتها أم البنين، وأنا على موعد أبا الحسن بالبنين، فكنني بأم البنين، فعرفت بأوصاف بيت آل محمد وبين الناس بأم البنين. وكانت عزيزة ومحترمة، ما سمع عن أبناء فاطمة نازوا أحد من زوجات أمير المؤمنين بأمه أو زوجات النبي بأمه، إلا أم سلمة كانت الإمام الحسين يقبلها على رأسها ويقول لها أمه. أم سلمة هذه الوحيدة فقط من بنات، هذه الوحيدة من نساء النبي، والثانية منهم من زوجات أمير المؤمنين. إذا وقف الإمام الحسن أو الإمام الحسين أو السيدة زينب والسيدة أم كلثوم، شنو ينادونها؟ لقربها من قلوبهم ينادونها بأمه أم البنين، أمه أم البنين. دخلت إلى ذلك البيت متأدبة، ونهلت من المناهل العلوية والحسينية والحسنية والزينبية، ولما حبلت وحملت بأبي الفضل العباس، كانوا على موعد معها. لما اتاها المقام، يروي ابن الحنفية يقول بعد هالأمر ما صار لغير أبناء فاطمة، ما صار إلا لأبي الفضل العباس صاحب النوم. شنو؟ إجوا فاضلات بني هاشم، الكوامل منهم إجوا بأمر من أمير المؤمنين، تعالوا الآن. الآن فاطمة في مخاضها، أم البنين في مخاضها، يا زينب يا أم كلثوم، وهي أم البنين داخل الغرفة. لبيك يا أبا الحسن، وأمير المؤمنين واقف على الباب ينتظر هالمولود، ومعه الحسن ومعه الحسين، وقوف على الباب. هذا ما صار إلا أبو فاضل. لحظات، وإذا بزينب قد خرجت حاملة طفل ملفوف فيه خرقة بيضاء، تقول أبتاه انظر إليه كأنه فلقة القمر. شوف أبتاه، ويأخذ أمير المؤمنين ويؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى، ويقبله ويضمه إلى صدره، ويعوذه بتعويذته، ويحرزه بحرزه، قل اهلا بقمر بني هاشم. خلاص، ويعطون الى الحسن، يضم الامام الحسن ويقبله ويحرزه بحرزه ويعوذه بتعويذته. الان النقطه الفاصله، لما صار في ايد العظيم، لما صار في ايد المولى، شنو سوى ابو فاضل له من العمر ساعه؟ مجرد أن صار في يد الحسين فتح عينه وأخرج يد المولى، سيدي ضمن إليك، أنا من هالساعة أضايعك أبا عبد الله، وضم
الإمام إلى صدره ويقبله ما بين عينيه، يعوضه بتعويضته، وحرث الحرز يقول مرحبا بحزام ظهره، مرحبا بحامي لوائه، مرحبا بساكن عطاشه، مرحبا بأخوي أبو فاضل، أم البنين بمن هجفت عندما حمي المخاض وضاقت الأنفاس، قالت بإسم الصبت قلبي هاتف، فهو اشتياقا باسمه العباس. ياخذ أمير المؤمنين الولد ويدخل بي على فاطمة أم البنين، يجي إليها يبارك لها بهذا المولود، تقول لي أبا الحسن انظر إلى ولديك فلقة القمر. وإذا بأمير المؤمنين دموعه تتحاذر على وجناته، وبلت لحيته الشريفة، قالت أبا الحسن أدخلت في قلبي الحسن ببكائه، أفي ولدي شيء؟ أمير المؤمنين يمسح على رأسه ويمسح على عينه ويقبل الكفين الصغيرتين من لا يا أم البنين، هذا كامل، هذا وارثي، ليش تبكي يا أبا الحسن؟ قال أبكي لكفين تقطع، تقطع الكفين، بلى أبكي لهذه العين تخسف نساء، أبكي لهالآبة تفلى. بكت أم البنين، ومتى يكون؟ قال عندما يكون ناصرا إلى ابني الحسين، يوم لا ناصر له ولا معين، ويتبدل البكاء إلى فرح. قالت هذا اللي راح أبيض وجهي أمام فاطمة الزهراء. ولذلك تربى في كنه علي والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، وتربى في كنه أم البنين. ويما رد الإمام يشيل الضعين ويطلع من مكة، إجت لي قالت هنا يا عباس نور عيني، أقسم عليك بكل ساعة سهر سهر معاك، بكل قطرة حليب شربتها، بكل ألم تألمته من أجلك، بكل طلقة طلقتها من أجلك. قال أمه أم البنين، قالت أقسم عليك بأبيك، أقسم عليك بتكسرت الأضلاع عندي، وصايا أبويا. قال وصيني وصيني يا فاطمة، وصيني يا أم البنين، شنو تريدين؟ قالت بني الله الله في أخوك، الله الله في الحسين، مدونا أهدى تشرب الماء قبل أن يشرب، لأنعمنك عيناه، لأنعمنك عيناه. وبعد يا أم البنين شنو تريدين؟ قالت الله الله في صاحبة هذه المحبة، الله الله فيها، هذه وديعة عندك من عند أمير المؤمنين، فلا تقصر في خدمتها، لأنعمنك يا عينا. وبعد يا أم البنين شنو تريدين؟ وإذا بدموعها تتهاطل على وجناتها، شنو تريدين يا فاطمة؟ قالت كن العباس بيض وجهي أمام فاطمة الزهراء، أريد إذا جاء يوم المحشر ولقيت فاطمة تقول لقد بيض وجهك العباس يا أم البنين، بيض وجهك العباس يا فاطمة، وبيض وجهها يا موالي الأولاد، بيض الوجه. وإذا بالرباب أقبلت تحبل عبد الله الرضيع، جت إلى زينب وسكينة، قالت يا بنت علي خذوا ولدكم يموت عندكم، يلوح لسانه من شدة الظما، وماكما يد الخيام، وقد اشتد العطش علينا، وبحثت جد منه اللبان. أخذت تصبرها زينب، قالت سكينة أعطني عبد الله الرضيع،
وحملت عبد الله الرضيع ودخلت إلى خيمة فاضل عم عباس. مرحبا بحبيبة قلبي سكينة، مرحبا بالعزيزة سكينة، مرحبا بمدللتي سكينة. حسن العباس وقف إليه قالت عمي انظر إلى أخي إنه يلوك لسانه من شدة الظما. عمي كبدي متفتت من الظما، ما تسمع الأطفال تنادي وعطشان. وامها إلى دون منك يا حينا يا سكينة على جيل الماي. لبس لامة حربة ودخل إلى خيمة أبو علي، جلس أمامه. السلام عليك سيدي ومولاي، بعد ما تكلم يلا مولاي وياي، ها اليوم سابع جيت بحاجتك، وخلنا نرفع حوايج يا أبو فاضل. ما بالحوايج هذا، خلنا نساعد أم البنين ونساعد الزهرة بهالمصاب. قال له أبا، قال له الإمام أبو فاضل أرى في نفسك حاجة بح بها، وإذا دموع بالفرد تساقط على وجناته. أخي عباس ماذا تريد؟ قل له يا حسين سكنة بطفلك الملهوف جتني، يا بسلسانة وشوفته والله شعرتني، حال العزيزة وحال أخوها شلون بدني، تجذب الونة والرضيع يدير عين. هلت مدامعها يا خويا وانفتح داري، ترتعد وتقول لي يا عم تفتت حشاي، وتدب ثلاث أيام تشرب منه الكلاب والخنازير، وآل رسول الله قد اسودت الدنيا في وجوههم من شدة الظما. فأجابه شمرا قال يا عباس لو كان وجه الأرض ماء وكان تحت أيدينا ما سقيناكم من حتى تنزلوا على حكم الأمير يزيد. قال خسئت يا هذا. فحمل العباس على الخيال التي جنب المشرعة فرقهم تفريقا، أبعدهم عن المشرعة حتى دخل إلى المشرعة بجواده. ولما دخل إلى المشرعة بجواده ملأ القربة بالماء، فأحس ببرد الماء فرفع غرفة لكي يشرب ماء، ولكنه تذكر أخيه الحسين وتذكر عبد الله الرضيع وتذكر عطش سكينة، فرفع الماء من يده مناديا يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين واردون
عشان خوري وارتوي من ماء الفرا قمت رضيعة ويجذب من العطش حسرة قمري عقب عمرك يا خوري حسين لك عاف الشرب شاق العطاشة وطلع بالجود والدرب بينا وبين اخوه حسين مسدود وحسين انت خلصة حباس باليمن وابو سكنة بالشمال صبوا على العسكر من البردين زلزال والكل قصد خيل ورفيف العلم نشا شمس النبوة وقمر هاشم يوم عاشور سق شق وشحابة من الكتايب السما تمور دار الفلك بيها وتلاقى النور بالنور تظن ويا ويل زينب ترحب بالاخوه وينادي صوت من المعسكر والله ان وصل الماء الى الحسين افناكم واخيه عن اخركم فانهم اشبال علي بن ابي طالب قتال العرب والانزع البطين ماذا نفعل يا شمير قال احملوا على المخيمات فان الحسين غيور على حرمه فحملوا على المخيمات فتصارخت العلويات ومحمدا وسيدا واماما فرجع الامام يدافع عن حرمه شيع موالين عظم الله لكم الاجر احسن الله لكم العزاء فبقي العباس وحيدا في المشرعة لا ناصر له ولا معين فأحاطوه القوم من كل جانب ومكان حتى دخل في أوساطهم وخرج من أعراضهم زلزلهم زلزالا دارهم كدوران الرحى ما استطاعوا عليه صبرا ماذا نفعل قال اكملوا له من ورائه واذا بالعين قد كمل الى العباس من ورائه ضربه بالسيف على يمينه I'm gonna
يحرك ذلك الأخ مناديا أخي عباس
عنك في سلامي، وخلي هالسيارة يحمي، وخلي لي العذر من سكين اخويا. اخي بالله العلي عباس كلمني، واذا بروحي فارقت الحياة الدنيا، واذا بالامام ينادي قام راجع للخيام، وزينب واقفة على باب الفستان منادية ويلا عباس. وإذا شوف الإمام راجع إلى الخيام يسقط يد العلاية، محلي الظهر بو علي، إجت للعقيلة مسرعة، أبو علي يا حسين تمشي وتصفي جرا
اخويا طيحت وين فاروح انا اللي مساوي يجي لحي زينب لو تروحي والكافي لالتمت تشوفي شحال ابو علي ما تروح لا يسرى ولا المين راس انفضخ والسهم بالعين بالجلد وتغيب الارواح راعي العالم شحالها لما رجع الحسين ودخل على الحريم المخيمات شحال الحريم فرت حريمة نوح كلها سكنة مدارة هاتفلها أم الطفل شالت طفلها ظنة الموت يسرها ومحير الحرب حملها لما يصفرها ويقلها رديت انا مكسور الجناح راعي العالم رديت انا مكسور الجناح راعي العالم يا تدعو يا اسمع اسمع حاسك يا لما سمعت علي العباس ومن الخدر فرت سكينه الصيح سوق الحرم وينه كل ما المحنة رايدينا بس يرجع الوالي علينا حسين ينجل يا حزينة حسين ينجل يا حزينة يسرع ملك وعالمين مظلومة